بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا سيدي وعلى ابنتك الصديقة سيدة نساء العالمين. ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. روي أن رسول الله صلى الله عليه وآله خرج ذات يوم وقد أخذ بيدي فاطمة الزهراء وقال: من عرف هذه فقد عرفها، ومن لم يعرفها فهي فاطمة بنت محمد، وهي بضعة مني، وهي قلبي وروحي التي بين جنبي، فمن آذاها فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله عز وجل. صدق سيدنا ومولانا رسول الله محمد. نتحدث هذه الليلة عن فاطمة عليها السلام، كيف قدمها رسول الله صلى الله عليه وآله في اللسان النبوي، وكيف قدمها الخط المخالف في الاتجاه الأموي للمسلمين. هناك أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله عرفت الناس فاطمة، أن فاطمة هي هكذا بهذه المنزلة في هذا الشأن. وهناك خط آخر، خل نصطلح عليه بالخط الأموي وإن كان سابقا عليه من الناحية التاريخية، بس تجلى في الشخصيات الأموية والاتجاهات الأموية في تاريخ المسلمين. هذا الاتجاه قدم فاطمة الزهراء عليها السلام بنحو آخر. السبب في ذلك أن قضية الزهراء عليها السلام قضية محرجة للغاية، تفتح سؤالا لا يمكن إغلاقه. ولعل ما ورد في وصف أنها الحجة على الخلائق فيه أيضا إشارة إلى هذا المعنى، بل ورد أنها حجة على الحجج، تثير قضية الزهراء عليها السلام أسئلة صعبة. يتفق المسلمون على أن من مات ولم يكن في
عنقه بيعة لإمام مات ميتة جاهلي. زهراء ماتت وهي واجدة وغاضبة وغير مبايعة لخليفة الوقت، فإما أن تكون ماتت ميتة جاهلية، وإما أن يكون هذا ليس بإمام، واحد من الأمرين. كيف تغلق هذا السؤال؟ ما تقدر. إن الله يرضى لرضا فاطمة ويغضب لغضب فاطمة، كما رواه بأسانيد متعددة الحاكم النيشابوري في المستدرك، وهو من حيث الحجية والمنزلة في مستوى الصحيحين، لأن يستخدم نفس أدواتهم. كيف يمكن لهذا الحديث أن يتفق مع ما أورده أولئك أنها ماتت وهي غاضبة على فلان وفلان، ولم تقبل أن يشهدوا جنازتها وأن يعرفوا قبرها وأن يصلوا عليها؟ كيف تجيب على هذا السؤال؟ ما هو الطريق إذن؟ هذا الاتجاه الآخر قال: نحن نقدم نموذج آخر لفاطمة. فاطمة مو ذيك اللي ورد فيها إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، وليست نساءنا ونساءكم في آية المباهلة، وليست كذا وكذا، وإنما إحنا نقدم صورة أخرى. أنا أشير إلى بعض العناوين في هذا المعنى، والحمد لله الحاضرون والسامعون هم من الوعي والمعرفة ما لا يحتاجون فيه إلا إلى إشارة وإلماع. أول شيء، هؤلاء حاصروا أحاديث فاطمة الزهراء عليه السلام. كم من الحديث الفاطمي موجود في صحاح المسلمين؟ حديث واحد بس. في صحيح البخاري يوجد حديث واحد فقط لا غير مروي عن فاطمة الزهراء. فاطمة اللي عندها مصحف فاطمة معروف، وهو ثلاثة أضعاف القرآن، فيه من التفسير والعقائد والأخلاقيات والحديث عن المستقبل، شروحات على القرآن. هذه لا تستحق أن ينقل عنها سوى حديث واحد فقط. اقرأوا مقدمة شرح فتح الباري في شرح صحيح البخاري، لما يجي يستعرض أرقام أحاديث الصحابة شقد، يقول فاطمة الزهراء لها حديث واحد. انت الآن لو ما تقول هذا حديث النبي، كم عاشت الزهراء مع أبيها؟ بناء على الرواية الإمامية من أنها ولدت في السنة الخامسة للبعثة إلى أن توفي رسول الله صلى الله عليه وآله، من ذاك الصوب 5 من 13، يعني 8 سنوات في البعثة، ومنها الصوب 10 سنوات، 11 سنة تقريبا، يعني يصير 18 إلى 19 سنة. 18 سنة فاطمة مع رسول الله صلى الله عليه وآله. لو فرضنا بعد ما تصير عمرها 5 سنوات 6 سنوات، ذاك الوقت بحسب ما يقولون تقدر تروي، معنى ذلك أن هناك 13 سنة هي تستطيع أن تروي. لو تخليك ابنك 13 سنة في البيت، كل يوم إذا يسمع منك حديث واحد بس، حكاية واحدة، توجيه، هذا نسويه إحنا. يعني أنت مع ابنك كل يوم ما توجهه بتوجيه واحد، ما تحكي وياه كلمة واحدة؟ هذا في الحد الأدنى. جرب باكر واحد من أولادك، احسب مقدار الأحاديث اللي تتكلم معه فيها، واضربها في السنة، واضربها في 13 سنة، ايش قد يصير؟
هذا كله ينتج حديثا واحدا عند هؤلاء، بس فاطمة عندها حديث واحد. غيرها ممن تزوجها النبي صلى الله عليه وآله بعدما هاجر إلى المدينة، يعني ما الأبو 10 سنوات 9 سنوات، مجموع ما روي عن بعض هذه النساء أكثر من 2000 حديث، وفي البخاري 174 حديثا. وفاطمة الزهراء التي ما تخرم مشيتها مشية رسول الله صلى الله عليه وآله ينقل عنها حديث واحد. زين، هذه إذا تجيبها في ميزان العلم مع أي واحد من الصحابة من الصحابيات ما تقدر تساوي، ليش؟ لأنه فد واحد علمه بمقدار حديث واحد، شنو عنده من علم؟ هذا واحد. اثنين، لما يصير حديث عن الزهراء في هذه المصادر، أي حديث يحفظه الناس؟ لاحظوا قسم من المناهج التعليمية في البلاد الإسلامية، أول ما تدرس تدرس شنو؟ يا فاطمة اعملي لنفسك فإني لا أغني عنك من الله شيئا، أول الدعوة، مع أن هذا فيه علامات الكذب والوضع واضحة. طيب، لأنه بناء على رأي الإمامية ذاك الوقت لم تكن فاطمة أصلا مولودة، لأنها ولدت في سنة 5 للبعثة، والإنذار في يوم الدار اللي هم يقولون هذا كان في السنة الأولى، فإلى الآن ما مولودة. وحتى لو فرضنا ولدت في أول البعثة، ذاك الوقت هي مو مكلفة شرعا، راح يصير عمرها مثلا 5 سنوات 6 سنوات، غير مكلفة. شنو معنى أن أعملي لنفسك فيه؟ ما له تكلف أصلا. طيب، بس يراد أن يقال ترى هذه فاطمة منفصلة، ما يغنيها ما يفيدها شيء النبي الاحترام والإكرام وما شابه ذلك والمنزل اللي عنده، النبي لا تنتقل إليها في شيء ولا يغني عنها من شيء. بعد إذا يراد أن ينقل عنها حديث آخر، ما هو؟ لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. سبحان الله، ما كان أكو أي شيء حديث عن فضيلة لفاطمة، منقبة لفاطمة، إلا أنها لو تسرق كان أقطع إيدها. هو نفس هذا، أن تجيب هذا الاحتمال، مثل أن تجي تقول إلى واحد من العلماء الكبار ترى إذا تزني الله يعاقب، هذا نوع من الإهانة إلى أصلا، مو محل أن نتكلم بهذا. فإذا يراد تعريف فاطمة، يراد تعريف فاطمة بهذا النحو. المناقب اللي وردت في حقها قدر الإمكان تتقصقص، مثل حديث كمل من الرجال كثير وكمل من النساء فلانة وفلانة، عندنا إحنا وأسانيد غير البخاري ومسلم تقول وكمل من النساء 4، مريم وآسية وخديجة وفاطمة بنت محمد. لما تجي إلى هذه الصحاح يصير هناك اختصار وحذف، فيبقى وكمل من النساء مريم وآسية بس، ما حد غيرهم في الدنيا كمل، لا فاطمة كاملة ولا خديجة كاملة. يجي بعض متأخر لا يشوف بعد، مو معقولة، ما في وحدة في الأمة الإسلامية اللي هي أكرم الأمم، ما في وحدة كاملة، كلهم من ذاك الصوب مريم وآسية، فيقول لا خلينا نمشي وياها خديجة، بس فاطمة لا، فاطمة أمر يثير سؤال إذا كمل عقلها. زين، ذاك الوقت نزاع الآخرين معها شلون نقدر نحله؟ هذه امرأة كاملة العقل، ما نقدر نقول كما قال بعضهم إنما هو كلام امرأة، امرأة من فعله هاجت بها العصبية. قال أحدهم للآخر
أيحزنك قول امرأة؟ خايف من قول مرية من نسوان؟ مو رجال. لما يصير كلام أنه لا هذه كاملت من النساء، هذا الحكي بعد ما يقدر ينقال. طيب زين، إن الله يرضى لرضا فاطمة، يغضب لغضبها، وهذا بهالمعنى شيء كثير إلى ما لا نهاية. بعضه بخطابها إن الله يرضى لرضاك ويغضب لغضبك لغضبك، بعضها بضمير الغائب إن الله يرضى لرضا فاطمة ويغضب لغضبها. طيب، وهذا بأسانيد متعددة ومختلفة. هنا شو تسوي؟ يجي مثل صاحب منهاج السنة يقول هذا كذب أصلا، هالحديث لم يروه أحد، حتى بعض المعلقين عليه من نفس المدرسة قالوا يا رجال أنت لو بس كلفت نفسك تقوم تفتح كتاب المستدرك على الصحيحين للحاكم النيشابوري، وهو من الكتب المشهورة وأسانيده كأسانيد البخاري ومسلم، لو بس تفتح الشكل بتشوف مو حديث، أحاديث في الموضوع. شلون تقول كذب؟ شلون تقول لم يروه أحد من أهل الحديث؟ طيب زين، إذا هذا ما مشى الحال نقول تعال خلينا نسوي إليه طريقة أخرى. صحيح يرضى لرضا فاطمة ويغضب لغضبها، زين من اللي أغضبها؟ من اللي أذاها؟ قالوا ها علي بن أبي طالب. كيف علي بن أبي طالب؟ يجيبوا إليك سالفة يرويها المسور ابن مخرمة. هذا رجل من مناقبه أنه ما ذكر معاوية إلا وصلى عليه، هذا من المناقب. طيب، فهذه الرواية تروح إلى يقول لك أنه علي بن أبي طالب أيام النبي خطب امرأة من بني مخزوم من بني هشام وأراد أن يتزوج على فاطمة الزهراء، فاطمة عصبت عليه، غضبت منه، راحت اشتكت عند والدها، والدها أيضا غضب من فعل علي بن أبي طالب، دعا الناس إلى اجتماع، قال لهم ترى أنا ما أرضى بهذا الشيء، ما أرضى أن علي بن أبي طالب يجمع بنت عدو الله وبنت رسول الله في بيت واحد، وإني لا أرضى، وإن فاطمة يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها. عجيب. فإذا تبين أن هذا الحديث إنما جاي علشان شنو؟ تأديب علي بن أبي طالب، مو القضية قضية خلافة وإمامة وموقف تحدثنا عنه في ليلة مضت في شرح خطبتها الثانية بشكل مفصل. لا، هذه تبين علي بن أبي طالب هو اللي أذاها، هو اللي أغاظها، هو المقصود بكلام رسول الله صلى الله عليه وآله. الغرض هنا ماذا؟ هو إسقاط هذه الشخصية. هاي شخصية مالت عركات عائلية، ما تقبل بتطبيق الأحكام الشرعية على نفسها. رجال يريد يتزوج على كتاب الله وسنة رسوله، طيب تروح تعارض وتشتكي وتسوي مشكلة زوجية؟ هذه مو امرأة متوازنة. فإذا باكر اجت وتعاركت ويا الخليفة يقول هذا من ذاك. طيب، فحتى المناقب حاولوا أن يوجدوا لها مناسبات كاذبة من أجل أن تسقط هذه الشخصية العظيمة. لذلك تكرر من رسول الله صلى الله عليه وآله ياخذ فاطمة، مع أن العرب عندهم هذا شيء مو مألوف، العرب في ذاك الوقت مو مألوف. الآن حتى إذا واحد من عندنا مثلا ياخذ بيد بنته أو بيد زوجته
فهل مكان يقول أيها الناس ترى هذه زوجتي وهي فاضلة وعالمة وكذا وكذا، أو هذه بنتي وهي مؤمنة. النفسية العربية ما ترتاح إلى هذا الشيء. مع ذلك النبي صلى الله عليه وآله قايم قاعد، فاطمة 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 فاطمة، بضعة مني، شجنة مني، روحي التي بين جنبي، قلبي يريبها ما يريبني، يؤذيني ما يؤذيها، الله يرضى لرضاها، يسخط لسخطها. طيب، وأحاديثه صلوات الله عليه وعليها في حقها أكثر من أن تحصى وأن تحصر. الغرض ماذا؟ هو أن تقدم هذه الصديقة الطاهرة للناس كما أراد الله سيدة لنساء العالمين أجمعين، لا في بني إسرائيل ولا مريم ولا آسية ولا غيرها من النساء، ولولا علي بن أبي طالب الذي هو بعد رسول الله سيد الخلق لما كان لها كفء أبدا، آدم فمن دونه. اللهم صل وسلم على محمد فالغرض من هذا كما ذكرنا أن الخط الآخر حاول أن يقدم فاطمة في صورة لا تحرج موقفه في قضية الإمامة، امرأة عادية علمها ما عدها لأنه روت حديثا واحدا فقط، بينما سائر النساء حتى اللي بعيدات عن النبي رووا بالعشرات، هذه كلها حديث واحد والعلم عندهم إنما يأتي من النبي، هذه ما إلها خصوصية معينة، فإذن ليست عالمة. من الناحية الأخلاقية أيضا مريم كاملة، آسية كاملة، هذه مو كاملة، طلعوها من الكمال. طيب، مع أنه في التناقض، شوف في مكان آخر الكذوب ينسى، في مكان آخر يقولون سيدات نساء الجنة أربع، هل أربع هذول مريم آسية وخديجة وفاطمة، زين شلون تصير هذه إذا غير كاملة كيف تكون سيدة نساء الجنة؟ وعندنا أفضل هذه الأربع هي فاطمة عليها السلام، فيقدمها إليك في هذه الصورة حتى لا تحرج العالم بسؤال الخلافة. إذا غضبت، وهذا مثبت ترى، إذا تسرب شيء لها الصحاح ولو بعنوان ماتت فاطمة وهي واجدة على فلان، هذا بعد تخفيفها عشرات المرات، واجدة يعني تجد في قلبها شيئا، لا غاضبة. عندما استأذنوا عليها واستأذنوا أمير المؤمنين عليه السلام كما في الروايات، في البداية لم تقبل به أن يدخلوا، حتى إذا الإمام أمير المؤمنين قال لها إذا تأذني لهم، ولعله هذا كان هو الصلاح حتى تنتقل، ينتقل هالموقف هذا. فلما دخلوا حولت وجهها الناحية الأخرى، فبدأ بالاعتذار والكلام وكذا، فقالت ألست ما سمعت ما من رسول الله يقول فاطمة بضعة مني، من أسخطها فقد أسخطني، من أغضبها فقد أغضبني، ومن أسخطني فقد أسخط الله؟ قيل بلى، فقالت فأشهد الله أنكم قد أغضبتموني وأسخطتموني. موقف لازم إلى الأخير
إلى آخر الساعات يبقى هكذا. وذكرنا في ليلة مضت في الحديث عن الخطبة الثانية اللي هي متأخرة جدا نفس الموقف: أصبحت والله عائفة لدنياكن، قالية مغاضبة ساخطة، قالية لرجالكن. طيب، ولذلك إلى اليوم هذا السؤال تفتحه فاطمة الزهراء عليها السلام ولا يمكن إغلاقه إلا بتجاوز عنه بالإخفاء. ولكن حتى حين فاطمة هذه المنزلة العظيمة والدرجة العالية، أحد علمائنا الأبرار معروف عند العلماء الشيخ محمد حسين الأصفهاني، أستاذ أساتذة مراجعنا الحاليين، فيلسوف كبير أصولي محقق، طيب، وأيضا هو بالإضافة إلى ذلك شاعر، عند قصيدة اسمها الأنوار القدسية، من جملتها يذكر فاطمة الزهراء عليه السلام، يقول: جوهرة القدس من الكنز الخفي، بدت فأبدت عاليات الأحرف، وقد تجلى في سماء العظمة من عالم الأسماء أسمى كلمة، صديقة ما مثلها صديقة. هذه فاطمة عليها السلام. ويبدأ يسترسل فيما ورد في صفاتها وفي مناقبها وإشارات إلى أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وقبله آيات القرآن في حقها، إلى أن يوصل إلى أن يقول: لهفي لها لقد أضيع قبل، لهفي لها لقد أضيع قدرها حتى توارى بالحجاب بدرها. شايف القمر عندما ينخسف ويذهب نوره؟ هكذا حصل لفاطمة. ما أدري هل كانت من لطمة الخد أم من ضربة تجرعت من غصص الزمان ما جاوز الحد من البيان. شو عندك يا شيخ؟ ماذا تصف؟ قال: إن حديث الباب ذو شجون بما جنت به يد الخؤون، أتضرم النار بباب دارها، وآية النور على منارها. بعد يا شيخ ماذا تقول؟ وإن كسر الضلع ليس ينجبر إلا بصمصام عزيز مقتدر. يا سادة يا أبناء الزهراء، معذرة ومن نبوع الدم يعلم عظم ما جرى عليها، يا والأثر الباقي كمثل الدملج
في الرواية عن الإمام الصادق: ماتت أمنا فاطمة وإن في عضدها مثل الدملج من أثر السياط. الدملج يعني هاي الإسوارة اللاصقة به، كأنها زينة للمرأة، زينة الزهراء خرجت وعليها آثار السياط. والأثر الباقي كمثل الدملج في عضد الزهراء يا أقوى الحجج، الباب والمسمار والدماء. تصور بقلبي الباب والمسمار والدماء شهود صدق ما بها خفاء، كأني بها في هذه الليلة قد نادت أمير المؤمنين سلام الله عليه توصيه بآخر وصاياها: أبا الحسين ما عهدتني كاذبا، ما عهدتني كاذبا ولا خائنا ولا خالفتك مذ عاشرتني. فبكى أمير المؤمنين وقال: معاذ الله، معاذ الله يا فاطمة، أنت أتقى وأبر بالله من أن أوبخك بمخالفتي، ولقد جددت علي حزن رسول الله، فإنا لله وإنا إليه راجعون. أوصته بوصاياها التي تعرفونها وقالت موصية إياه: ثم انظر ألا يشهد أحد ممن ظلمني وغصبني حقي ألا يشهدوا جنازتي، فإنهم عدو الله وعدوي. عند الصباح يقول أرباب الخبر: قامت الزهراء الإفاقة الأخيرة، سكبت لأولادها غسلا، ألبستهم ثيابهم، ثم قالت: انطلقوا إلى المسجد، كأنما ما تريدهم يشوفون منازعتها للموت. وقالت لأسماء: يا أسماء، أنا أدخل الدار أقرأ القرآن، فإن سمعتي صوتي وإلا كلميني، فإن أجبتك وإلا فاعلمي أني قد لحقت بأبي رسول الله عظم الله أجوركم. دخلت سيدتنا الزهراء، توجهت في مصلاها إلى القبلة وأخذت تقرأ القرآن. بعد هنيه خبا صوتها ونقص ارتفاعه إلى أن خبا ذلك النور. تقول أسماء: جئت إليها، نظرت إليها، وإذا بها قد فارقت روحها الدنيا. كلمتها لم تكلمني، ناديتها لم تجبني، غطيتها برداء بينما أنا كذلك، وإذا بالحسنين قد أقبل. يا أسماء، أين أمنا فاطمة؟ قالت: هلما يا ابني رسول الله وكلا طعامكما. قال: يا أسماء، ومتى عرفت أننا نأكل من غير أمنا؟ كأن قلبهما أحس بالمصيبة، دخلا إلى داخل الدار، وعلى الزهر يوم دخلوا وعاينوا
وعلى الزهراء يوم دخلوا عاينوا هم الددى نايمة نومة الموتى وساد ماهم والسد بالمصلى ويح قلبي ومسدل عليها الردى أقبلوا على أمهم هذا يكلمها وذاك يناديها ولا يسمع أحد منهم الجواب رجع إلى المسجد باكيين سألهما الناس لعلكما تذكرتما جدكما رسول الله قالا لا لقد ماتت أمنا فاطمة يا أمير المؤمنين مسرعا إلى المنزل دموعه تتحادر على لحيته الكريمة سعد الله قلبك يا أمير المؤمنين شوف حجم الأسى والحزن في قلب الإمام لما جهزها وأنزلها في قبره شوف كلمات الإمام عليه السلام يقول أما ليلي فمسهد وأما حزني فسرمد السلام عليك يا رسول الله مني ومن ابنتك النازلة إلى جوارك السريعة اللحاق بك قل يا رسول الله عن صفيتك صبري أنا صبور في الحروب لكن عن الزهراء ما أصبر ورق عن سيدة النساء تجلدي يا رسول الله فإنا لله وإنا إليه راجعون شوف كلام أمير المؤمنين يقول وستنبئك ابنتك بتظافر أمتك على هضمها يعني تجمعوا وتكتلوا على هضم الزهراء وظلمها وستنبئك ابنتك بتظافر أمتك على هضمها فأحفها السؤال واستخبرها الحال فكم من غليل معتلج في قبره في قلبها لم تجد إلى بثه سبيلا يعني ما كانت تشتكي لي كسر ضلعها ولا لطمة عينها ولا آلامها فأنت اسألها يا رسول الله بلى هم مقيح وكمد مكرب إلى أن يختار الله لي دارك التي أنت فيها مقيم بلى لقد اختلست الزهراء واسترجعت الرهينة واستردت الوديعة يا أمير المؤمنين رددت وديعة رسول الله مكسورة الضلع ملطومة العين مجهضة الجنين جلس عند قبرها أرى على الدنيا علي كثيرة وصاحبها حتى الممات عليل وإن افتقادي فاطما بعد أحمد دليل على ألا يدوم خليل أويل من ضرب العصا ما ظل حاللها ولا ظل حال لما ماتت بغصتها يا ويلي ولا يفيد الويل غسلها علي بيده وكفنها ودفنها بليل وظل بس يشجب العبرات وبس يتحسر عليه بنت من أم من حليلة من ويل من سن ظلمها وأذاها
أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء يا الله نسألك اللهم بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها صل عليها وعليهم واقض حوائجنا للدنيا والآخرة اغفر اللهم ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا اشف اللهم بفضلك مرضانا لا سيما المرضى المنظورين ومن سالنا الدعاء تقبل اللهم عمل المؤسسين واحفظ اللهم إخواني الحاضرين سيدنا العلامة اللهم احفظه بحفظك أيده بتأييدك أطل في عمره وانفع المؤمنين بطول بقائه وإلى أرواح موتاه وموت السامعين نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.